أحسن الله إليكم. من أسئلة الفاكس التي وصلت للتو يقول هذا السائل عين عين عين: إذا كان لي قريب مغمى عليه ولا يشعر بمن يأتيه، فهل تشرع زيارته؟ نعم، تشرع زيارته للدعاء له، للدعاء له والاطمئنان على صحته إذا كان هذا لا يؤثر عليه. وهذا يسأل عنه الأطباء الذين يعالجونه. نعم.